اهلا بنات والولاد، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد وفلوج جديد اللي كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم. اليوم ان شاء الله البنات غنشارك معكم هذا الفلوج هنايا، ما بديتوش معكم من الدار، بديت معكم من اونفا بليس اللي اقترح واحد المركز التجاري او واحد المول اللي غزال البنات بزاف بزاف، وان شاء الله مره اخرى غادي نصور لكم المول اللي هو غزال. اليوم عندي لكم هكا واحد الدويره هنايا وتشوفوا حتى نتوما بالنسبه للناس اللي ماشي طابت الحال من كازا، كنحاول انني نصور لهم هنايا البلايص اللي عندنا في كازا اللي زوينين طابت الحال ويستاهلوا انكم تجيو ليهم. هذا المول البنات غزال بزاف، تقدروا ديروا فيه كافي، تقدروا تاخذوا هكا التقديه ديالكم، راه فيه حتى كارفور وفيه بزاف ديال المكازان ديال الحوايج اي حاجه. غنحاول انني نصور لكم البنات، ويما البنات خليكم معايا وما تمشيو فيه. هانتوما البنات هنايا على برا، كاين واحد الجو صراحة غزال بزاف بزاف البنات،
كاينين بزاف هكا ديال لي كافي اللي بغا هكا يدير كافي اي حاجه. صراحه بلاصه زوينه البنات، هانتوما شوفوا هو البنات رامول كبير، هذا حتى هو كبير بزاف، هانتوما واحد الجو البنات غزال، هانتوما مقابل مع البحر في نفس الوقت كيف كيبان لكم. غزالات ديالي دابا طلعنا الفوق، بالنسبه لهنايا البنات الفوق خاص كامل هكا غير بالقهاوي ديال الماكله او هكا اللي بغيتو ديروا كافي، يعني خاص بهاد الحويجات. بالنسبه لهنايا البنات خديت هكا شي حويجات من مروه، مي الصراحه ما قدرتش نصور لكم حيت ان بيردي انكم تصوروا، وماما خدات هنايا واحد الصليديله اللي غنوصل الدار غنوريها لكم حتى هي كيفاش جات. المهم البنات هانتوما معايا، البنات دابا من بعد ما كملنا وسالينا خديت شي حويجات كيف قلت لكم نوصل الدار غادي نشارككم معكم اكيد. وبطبيعة الحال انا الصراحه واحد شويه راه صورت لكم بعض الحويجات كنتمنى يعجبوكم، وزينب وفاطمه الزهراء عيون شويه جينا غادي ناخذ هنايا ماكدو، فضلوا بصراحه هما ياخذوا ماكدو حيت كيعجبهم. وبالنسبه لهنايا البنات راه كاين بزاف ديال الحوايج هكا اللي تقدروا تلقاوهم ديال الماكله، سواء بيتزا سواء تاكوس ماكدو بزاف ديال الحوايج كلاص، يعني تقدروا ديروا كافي اي حاجه البنات. المهم البنات غادي نكملوا، وملي غادي نوصل ان شاء الله للدار غادي نشارك معكم كاع الحويجات اللي خديت. دابا من بعد ما وصلت للدار غادي نشارك معكم هاد الحويجات اللي خديتهم من المول، وشي حاجه البنات كنت ديجا خايداها هكا بحال بيجامات هما نشاركهم معكم علاش لا. المهم نبدا بهاد الحويجات اللي خديتهم من المول اللي بصراحه زوينين. خديت هنايا شي حاجه من مروه كنت بغيت نصور، مي مروه البنات كيف قلت لكم انتردي انكم تصوروا عندهم. اول حاجه البنات خديتها هي هاد الكسيوه اللي غتبان لكم بحال هكا، ها نتوما اللون ديالها كيجي في هاد الخضير اللي كيجي هكا ناصح، كيجيو فيه هكا واحد الخطيطات كيبانوا لكم هنايا هكا دي زنبال كري خطيطات رقاقين، نسرحها لكم تشوفوها كيف كتجي. كتجي بحال هكا، هادي البنات تقدروا تلبسوها هكا مع ليبه حيت كتجي هكا هابطه شي شويه، يعني نقدروا نلبسوها مع ليبه موس او ليبه تكون هكا شويه غليظه
ماس بيبيت نقدروا نلبسوها مع شي ميني بوت طابت حال كيبقى لكم نتوما الاختيار. ها نتوما صراحه عجبني اللون ديالها. وبالنسبه للثمن ديالها كدير 179 درهم. ها هو والكميمات ديالها كيجيو حتى هما هكا طوالين كيبانوا لكم. وخديت من عندهم هذا البنات اللي كيجي على شكل بحال هكا مونطو، غير هو ماشي مونطو هكا طويل، كيجي هكا قصاور او لا نقدروا نقولوا جاكيت على شكل فورير. صراحه زوين بزاف حمقني. ها نتوما شوفوا كيف كيجي ورطب البنات، التوب ديالو هكا رطب حيت كيف قلت لكم على بحال التوب ديال فورير. ها نتوما كيجي على هاد الشكل، كيجي شويه طويل من اللور ومن القدام كيجي هكا شويه قصير، وكيجي عنده البنات هاد القب اللي كيجي هكا كبير. ها نتوما كيجي مستيلي هكا شوفوا، المهم كيجي على هاد الشكل. وبالنسبه للثمن ديالو ها هو كان تحيد ليا من هنايا ديالو، كيدير البنات 229. ها نتوما والصراحه البنات ثمنو مناسب بزاف بزاف، حيت تقريبا بحال هادو البنات نقدروا ناخذوهم من شي بلاصه اخرى، نقدروا ناخذوهم ب 1000 درهم، نقدروا ناخذوهم ب 16000 ريال، المهم راه كيكون تقريبا الثمن ديالهم بحال هكا. مي هذا البنات التوب ديالو غزال بزاف بزاف ورطب بزاف، وفي نفس الوقت ثمنو زوين، داكشي علاش خديتو. هذا البنات حتى هو من مروه كيف قلت لكم. وكنفكر البنات انني ندير لكم واحد الفيديو ديال الحوايج ديال الشتا، كيفاش ناسقهم مع بعضياتهم، كيفاش لبسوا الحوايج ديالنا تقريبا في الالوان يكونوا متقاربين. كنفكر انني نحط لكم واحد الفيديو على هذا الشكل، علاش لا. المهم البنات هادو هما الحويجات اللي كنت خديت من مروه، وهذا البنات هي اللي خداتها ماما من المول، هذه ماشي ديالي. هذه البنات صنيديله اللي تجي هذا الشكل وعلى هذا اللون. ها نتوما وبطبيعة الحال البنات كاين اللي غادي يقول زعما علاش صنداله في هاد الوقيته اللي حنا فيها، اكيد دابا راه كاين البرد وكاين الشتوى، حنا اصلا دابا في الفصل ديال الشتاء. ما نكذبش عليكم ماما ما عندهاش هاد التفكير، يعني ماشي حيت الوقيته ديال الشتاء ما تقدرش تاخذ فيها صنداله، لا العكس، هي عاد باش كيعجبوها الصنايدلات تاخذهم، داكشي علاش خداتها. وخصوصا ماما ان عندها رجليها شويه حساسين، يعني ما كتقدرش تلبس هكا شي حاجه اللي تخنق ليها رجليها، يعني كيعجبوها الصنايدلات بزاف بزاف، واخا تكون الشتاء واخا يكون البرد ما عندهاش مشكل، داكشي علاش خدات هاد الصنيديله وزوينه. وهاد الفكره البنات راه حتى هي زوينه، يعني عادي واخا نكونوا هكا في الفصل ديال البرد اولا الشتاء ما فيها باس، الا خدينا هكا صنيدلات اكيد راه غادي يبقاو حتى الصيف، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه للثمن ديال هذه البنات ها هو كيبان لكم هنايا، خداتها ب 299 بحال 300 درهم. وكيجي اللون ديالها في هذا اللون اللي تقريبا لون نحاسي، هذا البنات فيها النوار مي هي عجبها هذا اللون. هانتوما البنات غنوريكم دابا هاد الحويجات اللي كنت هما خديتهم كانوا خاصيني، هادو خديتهم قبل من نمشي للمول. اول حاجه البنات غنوريها لكم هي هاد البيجاما اللي كتجي بحال هكا، توبه هكا ديال مبرا كتجي رطبه البنات شوفوا. وهادي البنات ثمنها غزال بزاف بزاف، هانتوما شوفوا كيف كتجي التوب ديالها البنات، والله لا الا غزال ورطب بزاف بزاف بحالها بحال البيجامات اللي كيكونوا هكا زايدين شويه في الثمن. مي هذه البنات ثمنها داير 50 درهم، وكيجي السروي ديالها بحال هكا، كيجي هكا بالنوار، وهاد الكميمات ديالها حتى هما كيجيو هكا بالنوار. هانتوما شوفوا هذه البنات راه غير هكا هميزه، اما راه الصراحه ثمنها معقول بزاف بزاف، شوفوا كيف كتجي.
مهم البنات هذه زوينه الصراحه، يعني راه ما كاينش الفرق بينها وبين البيجامات اللي كناخذوهم ب 150 درهم او ب 100 درهم، ما كاينش الفرق نهائيا. ها نتوما وخديت هذه البنات اللي كيجي هو الثوب ديالها على هذا الشكل. هذه البنات ماشي مبرا، مي ثوب هالبنات كيجي غزال بزاف بزاف، وكيجي بهذا اللون ديال هكا زريق غامق وتقريبا داخل فيه شويه ديال البيج كيف بان لكم هنايا. هذا البنات راه بيج صراحه زوينه بزاف. هذه البنات بيجاما في نفس الوقت نقدروا نقولوا عليها حتى سيرفيت. ها انتما وكيجي السريوي ديالها على هذا الشكل اللي كيجي حتى هو غزال فيه واحد الكاروات هكا الا بانوا لكم، وكيجي كامل هكا بالبيج وفي الرجيلات ديالو هكا من تحت فيه هاد الويل اللي بنزرق. ها نتوما هادي البنات علاش قلت لكم على شكل سيرفيت، حيت السريوي ديالها كيجي بحال هكا، يعني نقدروا هكا نلبسوها ونلوحوا علينا هكا شي حاجه من الفوق سواء كاب او لا هكا شي حاجه نقدروا نخرجوا بها. ها نتوما بالنسبه لهذه البنات الثمن ديالها 150 درهم باش خديتها، وصراحه زوينه البنات فيها اللوينات، ما كاينش غير هذا اللون كاينين لوينات اخرين. ها نتوما شوفوا التريكو ديالها، وحتى الثوب البنات غزال زوين شوفوا، وفي نفس الوقت هكا كيتيري. ها نتوما مي الثوب واعر البنات. وخديت هاد البيجاما حتى هي اللي كتجي بالصفر، وكيجي السريوي ديالها بنوار هانتوما، وكيجي فيها هاد ديزاين هكا اللي بنوار وفيها الموزونه حتى هي الى بانت ليكم، عطيها واحد البريون في هاد التريكو او في هاد البيجاما. هادي البنات حتى هي مبرا والثوب ديالها زوين بزاف بزاف غزال. هذه البنات خديتها ب 130 درهم، وانا ما باش لي تقريبا شي فرق كبير البنات بينها وبين هذه اللي خديتها غير ب 50 درهم تقريبا، ما كاينش شي فرق. يعني هذه مبرة وهذه مبرة، هذه ثوبها زوين ورطيطب، وحتى هذه بحال هكاك، يعني ما كاينش شي فرق اللي نقولوا الثمن ولا شي حاجه. وكيجي السروال هذه كامل هكا بالنوار انتوما، يجي بحال هكا. المهم البنات بالنسبه لهاد الحويجات اللي خديت، هاد البيجامات كيف بانوا لكم، هادو البنات من القصريه ديالنا، قصريه ديال سباته راه معروفه. المهم البنات انا كان الهدف ديالي من هاد الفيديو انني نشارك معكم هكا بعض الميزات، علاش لا بحال هادي راه ثمنها زوين بزاف بزاف، وحتى هذا حتى هو البنات راه واحد الميزة زوينه، يحيد ثوبو غزال البنات يستاهل هاد الثمن ديالو. كيف قلت لكم الا خديتوه من بلاصه اخرى صدقوني غادي تاخذوه بثمن زايد، مي في مروه الثمن ديالو مناسب، وفي نفس الوقت كيجي الديزاين ديالو واعر. واكيد كيف قلت لكم بغيت نحط لكم واحد الفيديو كيكونوا فيه هكا الحويجات الشتويين كيفاش نلبسو كيفاش ناسقوهم، واخا عارفه بانكم نتوما كاملين كتعرفوا تلبسوا تبارك الله عليكم، متى انا نعطيكم هكا بعض الافكار وكنتمنى يعجبوكم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم اللي كنتمنى يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنى تدعموني بلايكات والتعاليق زوينين بحالكم. وإلا كنتوا اول مره غادي تشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم وتفعيل الجرس، ونتلاقاو ان شاء الله فيديوهات جداد كيف العاده.